القدس الإله الواحد أمين. في بداية العام الجديد 2019 أهنئكم جميعا بعيد الميلاد المجيد، وأرجو للجميع كل خير وكل بركة في كل مكان. أرسل تهنئتي القلبية وتهنئة كل الكنيسة هنا في مصر، أرسلها إلى الجميع، إلى جميع الأباء المطارنة والأساقفة وكل الأباء الكهنة والشمامسة، كل الخدام والخادمات والأراخنة ومجالس الكنائس، وإلى كل الشباب، وأيضا إلى كل الشعب وكل الأطفال في كل كنائسنا القبطية في سائر قارات العالم، في أمريكا الشمالية والجنوبية، وفي أوروبا، وفي أفريقيا، وفي آسيا، وفي أستراليا، وفي كل الأماكن التي يتواجد بها الذين يحتفلوا بعيد الميلاد المجيد بحسب التقويم الشرقي. عاش الإنسان بعد أن خلقه الله وأراد له أن يكون إنسانا كاملا، يعيش في إنسانية كاملة، وأعطاه وزوده بكل المواهب الكثيرة، ولكن هذا الإنسان قبل الخطية وكسر وصية الله وعاش في ظلمة، وهذه الظلمة نسميها الظلمة الروحية. عاش فيها الإنسان، وبعد أن كان يتمتع بالحرية وبالحب وبالوصية، اختار أن يعيش في الفراغ وفي اليأس وفي الخطية، فقد الرجاء وعاش في الإحباط، وامتدت الخطية وانتشرت إلى كل العالم، وصار تعبير الكتاب المقدس الجميع زاغوا وفسدوا وعوزهم مجد الله، وانهارت إنسانية الإنسان، وفقد الإنسان أهم ما عنده هو الإنسانية، وصار الإنسان رويدا رويدا وجيلا بعد جيل يفقد إنسانيته ويجف في الحب الذي يعطيه هذه الإنسانية، وصار الإنسان جائعا إلى الحب، وهذا الجوع إلى الحب جعله يعيش في هذا الفراغ الكبير جدا رغم تقدم العالم بكل التواصل الشديد بين كل أطراف المسكونة. وإن العلاج كان العلاج هو الحب، أن يأتي من يقدم له الحب وأن يأتي حبا فيه، فجاء السيد المسيح كما نقرأ في الإنجيل المقدس: هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. وجاء السيد المسيح يقدم لطفا وحنانا وحبا، وكان قصده من كل هذا أن يرجع الإنسان إلى إنسانيته، ولم يكن هناك سبيل إلا هذا الأمر، أن يتواجد الله معنا، فصار عمانوئيل الله معنا، والكلمة صار جسدا في وسطنا. لم يرسل الله ملاكا ولا رئيس ملائكة ولا نبيا ولا رجل سياسة ولا سفيرا، ولكن جاء بنفسه. جاء لأن الله يحب الإنسان بالحقيقة وليس بالكلام، ولذلك نحن نحتفل في كل سنة بعيد الميلاد، نحتفل بعيد الميلاد وتتجدد هذه المناسبة كأننا نجدد العهد بالله الذي أتى حبا فينا يقدم لنا الحب لكل أحد. في الميلاد المجيد نراه يحب القرية الصغيرة بيت لحم، ويحب المدينة الكبيرة أورشليم، نراه يحب الرعاة المنسيين وسط زحام البشر، ونراه في نفس الوقت يحب المجوس الذين في بلاد بعيدة عن اليهودية وعن أورشليم، يحب العذراء الفتاة الفقيرة واليتيمة، ويحب في نفس الوقت المرأة المترملة حنة النبية،
يحب يوسف النجار الشيخ الوقور حارس سر التجسد، ويحب أيضا الشيخ الوقور القديس سمعان الذي انتظر مجيء المسيح. لقد أحب الإنسان كله وجاء لكي يشبعه من الحب، الحب الذي يحتاجه الإنسان لكي ما يعود إلى إنسانيته. لذلك في عيد الميلاد المجيد الله يرسل حبه إليك إلى كل أحد، يرسل هذا الحب ويقول لك أن الله ليس بعيدا عنك، يقول أن الله لا ينساك أبدا، يقول لكل أحد أن الله لا يكره إنسانا، هو يكره خطية الإنسان ولكنه يحب الإنسان ذاته، هو يبحث عن كل أحد، هو جاء لكي يملأك رجاء وفرحا وتهليلا. الله بالحب يعيد إنسانية الإنسان. ولذلك أيها الحبيب في كل مكان احترس أن يجف قلبك من الحب، احترس أن يكون قلبك دائما دافئا بالحب الذي يقدمه المسيح لك. اعرف أن الأمور العصرية التي نتعامل معها والتواصل الواسع الموجود في العالم كله الذي جعله قرية صغيرة، ولكن الإنسان من كثرة تعامله مع الآلات الماشينز جف قلبه من الحب وازدادت ضعفات كثيرة أمام الإنسان، ازداد ضعفه في علاقاته مع الآخرين وفي حبه للآخرين وفي حبه للحياة. نجد في العالم ازدياد في العنف وازدياد في الجريمة وازدياد في الإرهاب وازدياد في التفكك الأسري والانحرافات المتعددة، كل هذا لأن قلب الإنسان جف من الحب. ولذلك فرصة عيد الميلاد هي فرصة ورسالة لكل أحد فينا أن يأتي ويشبع من هذا الحب، كما يقول السيد المسيح في العزة على الجبل: طوبى للجياع والعطاش إلى البر، إلى المسيح، إلى الحب، فإنهم يشبعون. أهنئكم أيها الأحباء بهذا العيد وبفرحة الميلاد المجيد. نتذكر أحبائنا الشهداء الذين يفرحون أيضا بوجودهم في السماء، ونتذكر المصابين ونصلي من أجل شفائهم، ونصلي من أجل سلام العالم كله، من أجل بلادنا في مصر، من أجل كل إنسان، من أجل كل كنيسة، من أجل كل خدمة، ونصلي أن يرسل الله هذا الفرح لكل أحد، كما تقول أنشودة الميلاد: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة وبالناس الفرح. تحياتي وكل أمنياتي لجميعكم، رجيا لكم أياما مقدسة في هذا العام الجديد وفرحة الميلاد التي تملأ قلوبكم جميعا، وتستطيعون أن تنقلوا هذا الفرح وهذا الحب لكل أحد، لكل المجتمعات التي تعيشون فيها. يبارك الله حياتكم ويبارك كل ما تمتد إليه أيديكم. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. أمين.